وقت طويل مضى يقارب الشهر ونصف الشهر من اعتصام المحاضرين المجانيين أمام بوابات المنطقة الخضراء، مطالبين بتحويل مسمياتهم العملية من محاضرين مجانيين إلى عقود على أقل تقدير، ومطالبين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2019، لكن حتى هذه الساعة لم يتم النظر بأمرهم. صار لي سنين وغيري 8 سنين وتسعة وعشرة يداوم بالمجان ويصرف من جيبه كراوي ويطبع بها أسئلة وأجوبة للطلاب. شنو ذنبنا اللي يتخرج واللي عاش يعني مأساة وياي أبو البكالوريوس وياي أبو الماجستير وياي الدكتوراه؟ طبعا اللي عنده مريض، أكو واحد أمه توفت خطية، وأكو واحد اثنين أخوانه عرسه وعاف العرس وإجا، وأكو واحد تقرض الكروة وإجا أجلين. أنا حاير خابروا أهلي بلاية مصرف بيت. هاي أبسط 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 المعاناة اللي جاي يعيشها التربوي، مع الأسف التربوي العراقي اللي وصفه بالحديث اللي هو قفل المعلم وفيه التبجيل لا كاد المعلم أن يكون رسولا. يعني هذا الرسول؟ حال التعليم في العراق يرثى له، وحال المعلم لا يقل عنه سوء. فالمعلم اليوم يفترش الأرصفة مطالبا بإنصافه بعقد مؤقت يعدل من مركزه الاجتماعي، لكن بدل أن ينصف يضطهد ويرمى باللوم تارة أو يضرب بالهراوة تارة أخرى. اليوم الخريج صار له 16 سنة من اللي درس وتعب، اليوم بدال ما يستجابوني عن المطالب واليوم الخريج يهان ويضرب. تعرضنا للأذى يوم الأربعاء فاتحة، تعرضنا كلش لهذا. بدال ما يجينا احد النواب يقول ايش محتاجين وانا اقف بسدكم انتم خدمتوا اي شيء بالدوله، ماكو اسمه بالمجان، فقط المحاضرين الشريحه المظلومه جدا. لم يكن حال المعلم هكذا في اي مكان او زمان، فقد كاد ان يكون رسولا لما يقدمه من عطاء مستمر في تربيه اجيال تسمو بالعراق عاليا. 45 يوما مضت على اعتصام المحاضرين المجانيين أمام بوابات الخضراء الموصدة على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة، إلا أنهم حتى هذه الساعة لم يلقوا أذانا صاغية. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.